السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة بيشلي، جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة. مساحة الشقة 190 متر مربع، الدور الرابع، شقة رقم 6. ندخل نشوف، عندنا المدخل هنا، عندنا المساحة هذه ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشرحة. طبعا زي ما انتم شايفين البلكونة من الصالون، برضو مساحتها واسعة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، لها إطلالة جميلة جدا على البحر. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل، عندنا في الشقة ألعاب أطفال، مسبح مغلق، صالة فتنس، سينما، وبالإضافة لكل شقة لها مواقف خاصة، موقف مغلق وموقف مفتوح. نظام التدفئة، تدفئة مركزية. الشقة سوبر ديلوكس ما شاء الله تبارك الله، الليدات. طبعا عندنا المساحة هذه ممكن نستخدمها نحط فيها طاولة الطعام. المطبخ نظام أمريكي مفتوح على المطبخ على الصالون زي ما انتم شايفين، دواليب المطبخ جاهزة وراكبة ما شاء الله تبارك الله. نشوف تفاصيل الشقة، عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، دورة المياه الرئيسية، المروش، الكرسي، عندنا هنا الغرفة الأولى برضو لها بلكونة خاصة فيها، الغرفة الثانية، الشقة 3 غرف صالة وثلاث بلكونات. طبعا عندنا المنطقة هذه ممكن نستخدمها منطقة غسيل. وأخيرا نجي لغرفة النوم الرئيسية، زي ما انتم شايفين مساحة واسعة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. زي ما ذكرنا مساحة الشقة 190 متر مربع، برضو لها بلكونة خاصة فيها. بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.